الفهم عن الله و30 قاعدة للفهم عن الله. والنهاردة هنبدأ باليقين. تاني حلقة في اليقين ولا أول حلقة؟ تاني حلقة في اليقين. تاني يعني القاعدة رقم كام؟ ست قواعد في الفهم عن الله. اليقين معناه التأكد الكامل من النتائج حتى لو مش شايفها. من كتر ما أنت عندك اعتقاد جازم في وعد من وعود الله، عندك جواك ثقة 100% بنتائج اللي هتعمله وانت مش شايف. ده اليقين. متأكد قد ايه؟ عشان كده كلمة يقين بالتعريف بتاعها يعني باي ديفينيشن لازم 100% 90% ده انت تتكلم على حاجة تانية. تتكلم على حاجة اسمها ظن راجح. 50% ده شك. يبقى ايه؟ 100%. يا نهار ابيض، يعني الحاجة اللي عندك فيها يقين من ربنا 100% لما الدنيا تتكسر والنتائج عكسية انت مطمئن 100%. ليه؟ لان عندي يقين، لانه جاي من معتقد. الكلام ده كلامك ولا كلام علم النفس؟ كلام القرآن وكلام علم النفس. حلقة النهاردة بتتكلم عن اليقين وفعل الخير. المشكلة مش في فعل الخير، انك تؤمن بان الخير حاجة عظيمة. كل الناس البشرية مؤمنة ان الخير حلو، وكل البشرية مؤمنة إن الخير ده حاجة عظيمة، وكل البشرية بتحب الخير، صح ولا لأ؟ المشكلة مش في كده، المشكلة مين يعمل الخير؟ المشكلة في الديمومة في عمل الخير. المشكلة مين مستمر في فعل الخير؟ نروح لعلم النفس الإيجابي. علم النفس الإيجابي بيقول لك هو إيه مشكلة الناس مع فعل الخير؟ العقل الباطن. إيه مشكلة العقل الباطن؟ العقل الباطن بيقول لك أنا اللي عندي محدود. أنا اللي عندي محدود، لو سمحت ما تتصرفش في المحدود. الفلوس دي محدودة والممتلكات دي محدودة، وعلى فكرة حتى أفكاري محدودة. ده أنا كل يوم أنا لو هطلع كده كل أفكاري وارميها ببلاش، ده أنا كل فين وفين لما بطلع لي فكرة. الأفكار محدودة وعلمي محدود، مش هديهولك ببساطة، لازم أكون واخد ثمنه لأن كل شيء محدود. وخلي بالك أنا كمان، أنا لأن كل شيء محدود فأنا شغلتي كعقل باطن بخزن الطاقة علشان ما تروحش الطاقة، لأن دي شغلتي. هتبتسم كتير بقى وتقعد تطبق بخاطر كتير وتقعد تطبطب على الناس كتير، أنا حتى طاقتي محدودة. وتروح بقى تعمل لي الخير وعايز تعمل إطعام وعايز تعمل كذا وعايز تشتغل في مشروع الإحسان. يا عم ده أنت يدوب على قد شغلك عشان تاكل عيش. مشروع إحسان إيه وعمل خيري إيه؟ أنا طاقتي محدودة. فهمت؟ طيب نكمل مع علم النفس. طب الحل ايه يا علم النفس؟ قال لك الحل ان يكون عندك، والله ده كلام علم النفس الايجابي، يكون عندك معتقد تثق فيه ثقه كبيره ان في تعويض اكبر من المحدود. نسيب علم النفس نروح للقران. 188 ايه في القران وعود ربانيه بتعويض لا محدود لفعل الخير. شوف الآية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء لا محدود. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. واذكر عبدنا زكريا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. خد الله. عايز تقنع عقلك الباطن اللي عنده فكرة صحيحة إن أنت اللي عندك محدود، قل له عطاء الله غير محدود محتاج يقين. يقينك في عطاء الله اللامحدود هو اللي حيقنع عقلك الباطن إنه يخرج المحدود. وصلت؟ قاعدة النهاردة بتقول املأ قلبك بحب الخير، عيش بنفسية حب الخير، عيش خيرا تكن محسنا، تحقق بقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أيقن بقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الخير أطول عمرا وأعمق أثرا من كل شر. دي قاعدة النهاردة. محتاجة يقين 100%. مش وإيه الفرق بين يوفى أو يردكم أو يوفى؟ كلمة الوفاء عند الله على قدر الله.
الرد على قدر الناس، انما لما تجي كلمه يوفى فعلى قدر الله يوفى اليكم. دي عند ربنا حجم الوفاء قد ايه عند الله. دي قاعده النهارده، دي محتاجه تكتبوها زي القواعد السته، واللي حد ناسي القواعد الخمسه اللي فاتوا يكتبها عنده. انت لازم تعيش بالقاعده دي، لازم تقول لنفسك. يا اما انت ما عندكش يقين ان عطاء الله لا محدود. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتقروا تصدقوا. عايز يقين اعلى من كده؟ كل ما الفلوس تقل نتصدق، لان انا اللي معايا محدود والعطاء الالهي لا محدود. خلاص يبقى انا محتاج فلوس، يبقى انا اعمل ايه؟ اطلع صدقات. خليني احكي لكم شويه حاجات. جدي عبد الخالق، جدي الامي الله يرحمه، كنت طفل صغير، ياخدني من ايدي ومعاه اكياس وانا شايل معاه وانا صغير وتقيل عليا ومتضايق وعايز اروح العب مع اصحابي، سكر ورز وزيت، وندخل على منطقه فقيره، يطلع عماره يخبط على الشقه دي مش الشقه دي، تفتح الست ازيك يا مسيد، دي الحاجه بتاعت الشهر ده، وبعدين ينزل نمشي شويه عمارات تانيين، ازيك يا ام احمد، دي حاجه الشهر ده. انا من خير جدي، جدي ما ماتش، انا فاكره كاني شايفه دلوقتي. جدي مات قبل ما انا اقوم برسالتي الدعويه، بس جدي ما ماتش، كشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خير مستمر. كان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا. على فكرة يا أولاد، الخير في القرآن هو الإحسان. من معاني الإحسان الخير. فعل الخير يا جماعة اختيار في الحياة. لو قدامك عدة بدائل، اختار بديل فعل الخير. يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأتودد إليهم ويسيئون إلي، أأستمر معهم يا رسول الله؟ لا يزال معك من الله ملكا يعينك ما دمت على ذلك. سيب الخير يجري، ما توقفوش أبدا. هي في الآخر يا جماعة مسألة يقين، أنت مصدق مين أكتر؟ الشيطان بيقول لك كله هيخلص، اوعى تطلع، الشيطان يعدكم الفقر. أنت مصدق الشيطان أكتر ولا مصدق ربنا؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. انت مين وعد اكبر في قلبك؟ انت موقن ولا مش موقن؟ ما تقوليش انا بحب الخير، كل الناس بتحب الخير. مين بيعمل؟ مين بيشتغل؟ اعمل خير زي ايه؟ صدقه، كلمه طيبه، ابتسامه، طبطبه، جبر خاطر، واقفه جنب انسان ومساعده انسان، مشروع للخير، مشروع الاحسان اللي احنا بنعمله، اطعام طعام. عاصم ده موجود هنا ليه؟ انت بتاكل كل يوم قد ايه عاصم؟ قول، ما يعني سرا وعلانيه، قول بتاكل قد ايه؟ يعني أنا وناس صحابي بناكل 2000 في اليوم. مش رمضان بس، عاصم والديمومة هم مستمرين على كده، وبيجمعوا من بعضهم فلوس ويعملوا الأكل ويغلفوه وينزلوا يوزعوه. عايزة طاقة، وطاقة عاصم ما هو عنده شغله اللي بياكل منه عيش، ما وقفش. عايزة يقين، عايزة. أنت مصدق مين أكتر؟ أنت مصدق ربنا ولا مصدق الشيطان؟ وبعدين لازم تبقى مصدق حاجة تانية، إن الخير أقوى تأثيراً من أي شر. ما تقوليش لا الشر هو اللي بيكسب، والله مش صحيح. اسمع الآية الرائعة دي، يقول الله تبارك وتعالى مثل رهيب في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء، تمام، فسالت أودية بقدرها. المية لما بتنزل بتاخد الوادي وإيه وتعمل وتشق نفسها وتنطلق عشان بقى تعمل الخير، مش المية رمز الخير. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. لما المية جريت، اللي جه على وش المية التراب والقش والحاجات اللي مش نظيفة بقت هي اللي على فوق، والمية فين؟ والمية تحت. إيه ده؟ إيه ربنا عايز يقول لنا إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الماء زبدا رابيا، تعبان. وبعدين قام ضارب مثل تاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، الصيغة بتاعت الستات الذهب. هو بيجي إزاي؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وكمان لما بتيجي بتعمل الذهب، الخبث والحاجات اللي مش نظيفة هي اللي بتطلع على الوش، والذهب بيبقى تحت. إيه القرآن ده؟ اسمع الآية بقتها، كذلك يضرب الله الحق والباطل. إيه اللي بيطلع على الوش؟ الشر. والحق فين؟ تحت. زي المية مع القش، وزي الذهب مع الخبث.
حلو انك قلت مش فاهم. عشان في ناس بس نفس قدراتي يعني، فنوضح للجميع يعني. شكرا. شكرا علي، متشكرين قوي. فيبقى المية تحت والايه؟ والقش فوق، الذهب تحت والخبث فوق، كمان الحق والباطل. اوعى تتغرغ لما تلاقي هو بالغش نجح وانا ما نجحتش رغم ان انا اللي صح. هو لانه بيتمحلس للمدير وبيعمل وبيقعد يلتوي هو اللي نجح وانا زي ما انا. انا عشان ماشي في البيزنس بتاعي نضيف ما عرفتش اعمل الفلوس اللي هو عملها لانه هو عملها بالنصب. الشر هو اللي بيكسب. ابدا، ده على الوش. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الماء سيلا زبدا رابيا، رابيا علي طفي عليه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هي طريقة الكون كده. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قولوا لا إله إلا الله. ما تتغرش، ما تتغر، والله أنت اللي كسبان في الآخر يا جماعة. يا اللي اتظلمتوا يا ناس، رسالة تطمين لكل واحد اتظلم أو اتضحك عليه أو غيره خد حقه أو ما التواش ولقى أن اللي التوى أو ادت عمرها لجوزها وبعد كده باعها. والله العظيم الخير هو اللي باقي وأنت الكسبان، واطمئن وحينصرك وحيعزك. كذلك يضرب الله الأمثال. رهيب الآية مش كده؟ ملكش دعوة بالناس بيغشوا، انت مالك انت افضل اعمل الخير.